قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إن 13,000 شخص قتلوا في قطاع غزة، وأن 75 منهم من الأطفال والنساء وكبار السن. من جهته قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف توبي فريكر إن وضع الأطفال في قطاع غزة مؤسف وكارثي، مؤكدا على أن أطفال غزة لا يحصلون حتى على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب.